بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم. أنا الملازم أول عبدالله القيصوم من مرتبات الفرقة 18 اللواء 167 دبابات، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن كتائب الأسد المجرمة وانضمام إلى الجيش السوري الحر، وأعلن عن تشكيل كتيبة الشهداء الظاهرين في ريف مدينة قامشلي التابعة للواء أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم. ونتعهد أمام الله وأمام شعبنا السوري العظيم بمختلف طوائفه وأعراقه أكرادا وعرب مسلمين ومسيحيين أن نكون درعهم الحصين في مواجهة كتائب الأسد المجرمة حتى تتحقق أهداف ثورتنا المجيدة في الحرية والكرامة. عاشت سوريا حرة أبية. تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.